jobs. تواصل ميليشيات الحوثيين اعتداءاتها المستمرة وبشكل مكثف وبشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية، خصوصا منذ بداية العام الماضي 2020، وكثفت من هجماتها مع بداية هذا العام على محافظة مأرب، وساهمت في كثير من او ادت الى كثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الخطيرة، وتمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وثقت الوزارة خلال الفترة الماضية، الفترة من 2015 إلى يونيو 2020، ما يقرب من 1400 قتيل مدني في صفوف المدنيين جراء الهجمات الحوثية على مأرب وحدها. وهناك عمل يتم أيضا في مسألة رصد وتوثيق بقية الانتهاكات في بقية المحافظات. كما نلاحظ أنه في بداية سبتمبر الماضي تم استهداف معسكر العند واللواء معسكر العند بصواريخ باليستية من قبل الحوثيين، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. زراعة الألغام في مناطق عدن والساحل الغربي واستهدافها بكافة أنواع الصواريخ ما فيها استهداف الحكومة ذاتها، كل هذه تشكل جرائم حرب وجرائم إرهاب يجب أن يعاقب مرتكبيها. نعمل وندرك تماما أننا كيمنيين أن الوسيلة الوحيدة للإنصاف والوحيدة للمساءلة هي محاكمة ومساءلة هذه الجماعة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني، ولا يكفي فقط الرهان على دور فاعل المجتمع الدولي الذي حقيقة ما زال دوره حتى الآن غير فاعل وغير حق وغير جاد في هذا الجانب. شنو